مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن شغلة رائعة فظيعة وإشي جميل جدا. هذول مجموعة من الكنديين، معظمهم كبار بالسن، بدأوا في organization اسمها Helping with Furniture. Helping with Furniture، حوارجيكو شاروا هذا التراك Helping with Furniture. هم بأخذوا donation ووزعوها للناس المحتاجة ل فرنتشر. معظم كثير من الناس اللي جايين جداد وخاصة مثلا اللاجئين ممكن يجوا ويستخدموا هذه المؤسسة لأنها مبنية على الفولنتيرز، معناها أنه هم ما بندفع لهم، كلهم بيجوا هون بيداوموا 6 أيام بالأسبوع. زي ما انتم شايفين في عندهم تراك يوم السبت اعتقد بيعملوا ديليفري، اذا انت ما عندك طريقة انك تنقل بتيجي بس بتتفرج اكنك بتتبضع، تطلع تقول لهم انا بدي هاي وانا بدي هاي وبدي هاي القطعة، بسجلوا لك اياهم بعطوك اياهم. يعني فكرة رائعة. اول اشي بيعملوا ريسايكل للفرنتشر او الموبيليا اللي عنا في البيت، للأسف كلها عم تنكب تروح على الجاربج وهذا بيؤدي إلى تلوث في البيئة، فهي شغلة مهمة. الشغلة الثانية بيساعدوا الناس اللي مش قادرين يشتروا موبيليا للبيت، والشغلة الثالثة طبعا الروح التطوع اللي موجودة، الفولنتيريزم، المساعدة الآخرين، إشي رائع. خلينا ندخل ونورجيكو شو بيسووا. طبعا إحنا حكينا معهم اوكي. هاي زي ما انتم شايفين هذول مثلا شغلات فصلين كل شيء. هذا مثلا السرير حاطينه بد اشياء زي هيك، هون فوق كراسي واشياء، هون اواعي اشياء للاطفال، هذه للاطفال، هاي مش عارف ايش هي شغله. بشكل عام يعني هاي موبيليا للمنزل، هاي فوق زي ما انتم شايفين شغلات ماترسز واشياء زي هيك. عندهم مثلا هذول للاطفال، هون بعض الالعاب اذا حدا محتاج، اشياء بسيطة هون، العاب كلها مفصلينها، هون كتب، يعني ترتيب مش طبيعي. حتى حاطين هون للبيبيز، لليانج، للألدر، للنوفلز، يعني هون لمبات، أشياء. هاي مثلا ستاير، ستاير. هاي زي ما شايفين هون أشياء، دول بعض الفولنتير اللي موجودين، هاي دي في ديز، كراسي، اشياء هون، الشيتس تبعت مثلا بشاكير، وهاي اللي تبعت الماترسز، هون مخدات مثلا، هاي كراسي كمان، هذا فوق كله كراسي زي ما انتم شايفين. طاولات مثلا، rocking chairs and end table، يعني ترتيب رائع رائع رائع. خلينا احاول ادخل من هون. زي ما انتم شايفين ما شاء الله عندهم مليان مليان شغلات، بس نحاول. هاي هون مثلا فرشات، فوق شغلات، هاي مثلا كنبيات، خزانة، خزانات، هذا نيد ريبيرز. لاحظوا يعني حتى الديتيلز انه شغلة مثلا مش 100% صالحة. كراسي، طلعوا هاي الكراسي جيدة جدا شكلها، هي شكلها مع الطاولة. وانا حكيت معهم قبل شوي، طبعا هم مستحيين، هاي مثلا مكنسة كهرباء انهم يحكوا قدام الكاميرا، بس حكوا لنا في واحدة رح تحكي. ويلكم مرسي. هاي شغلات كيتشن مثلا، كاسات ومجز ومعالق وصحون،
يعني شغلات أساسية ممكن تستخدمها. طلعوا هذا البريء محلى، أمور جميلة، كله هذا فري، هاي معالق كاسات كله فور فري. هذا يعني هون أشياء رجلين طاولة. طبعا حكولي إنه في عندهم كمان مخزن بحطوا فيه الشغلات الكبيرة، هذا بس للأشياء الصغيرة والمفكفكة. هاي مثلا طناجر بريشر كوكرز، إشي جميل جدا ورائع، وهنيهم على هذا العمل. طبعا يا جماعة صراحة لازم نعمل توضيح للعالم شو بيقدروا الفالنتير يسووا. هذا إشي جميل، هذا كله فالنتير بيز، هاي المؤسسة من A to Z، ما في عندهم ولا واحد بيشتغل شغل، كلهم بيجوا هم متطوعين، معظمهم كبار بالسن لأنه ما عندهم شغل بالنهار، فبيجوا هم بتطوعوا وبيساعدوا الناس اللي محتاجة. يعني أشياء جميلة جدا ممكن نسويها في مجتمعاتنا، شغلات هاي كلها بتروح كب يا حرام، وفي ناس ممكن تستفيد منها. أول إشي زي ما حكينا بالبيئة، هذا كله طلع هون في مليون سيليك ومليون جهاز، وكل معظمه بنزل في التربة وفي المحيطات وبلاستيك، وأخريته يعني يضرنا إحنا بغض النظر أنت ما بتشعر الآن، بس في المستقبل راح يضرنا، والآن تغيرات البيئية مبينة. إشي جميل، thumbs up. دليفري لواحد اسمه جيسون، زي ما شايفين عاملين له مارك للشغلات اللي بديو بدهم يعبوها هلأ في التراك. ف يعني very organized Jason. James, are you here? Yeah. Oh. I'm cool. Very organized. Natalie, yeah? Yes. Hi Natalie, how are you? Bonjour. Natuben, bonjour. So tell us why you are doing this. Well, there's a need on both sides. A lot of people want to give good furniture that is used but is still very, very good. They change their furniture, they want to give it away, they don't want it to go to a landfill. They want to be conscious of the environment, they want to help others as well. And so they call us and they want to donate their items so that it can help other people. On the other side, there are people who are in big need, they live in empty homes. And having the comfort of home is not a privilege, it's a basic human right. And so that's why we're doing it. We're basically the messengers between a community that has and a community that doesn't. So you do pick up and you deliver it sometimes? We do pickups and we deliver every Wednesday. So every Wednesday we deliver to about 4 to 6 homes. So we furnish about 6 to 8 homes per week right now. Wow. Sometimes when we have a lot of volunteers, we will furnish 8 to 10 homes per week. So are you still looking for volunteers? All the time. All the time. Because we are all volunteers. We have zero employees. We have zero funding from the government, so we have to raise our own money as well. So our volunteers do a lot of work behind the scenes, not just in operations, but behind the scenes. So it's a call for the community to come and volunteer too? Definitely, for sure. Okay. And where did this idea come from? So the idea came from actually from a lady who had worked with refugees. Her and her husband have worked with refugees for the past 35 years, maybe. Wow. I met them at our church. They were doing community outreach, so food drives, Christmas hampers, that kind of stuff. When I met them, because I had a big van, she asked me to deliver to a family, and when I saw that, they had nothing. It was basically somebody who'd come, left their whole life behind, and all they had were two suitcases. And that really hit me. For somebody's full life, as an adult, to be compacted into two little suitcases and then you have to restart again completely,
I don't know, it had an impact on me, and I decided that this was something that should be done on a bigger scale. And of course, as we grew, as we got known in the community, of course, the need grows. Now we're working with over 130 different agencies that refer people to us. We don't only help refugees anymore, because we had to start small, you know, in order to get our bearings and to figure out how to do things. But now we help anyone in need of help. We used to deliver only a few items of furniture. Now we fully furnish an apartment. We have visitors that visit and assess the needs. We have bundlers that bundle everything. We have movers, we deliver everything. Well, movers, they're all, everybody's a volunteer. But we deliver everything on Wednesday, and then we have a follow-up team that goes in after and helps people set up, because that was an issue as well. We would deliver a whole pile of furniture, and then, first of all, they didn't have the tools to assemble it, so now we get tools from Home Depot, so we get a brand new toolbox for each of our clients every year. It's beyond amazing. Wow. Because without tools, you can't do anything. So we decided to deliver tools, and then sometimes they don't know how to assemble a bed. Like, we deliver sometimes a 15-piece IKEA bed. Okay, yeah. Well, right? So without instructions, without anything. So our follow-up team goes and helps assemble and set up the whole house. So once we're done, they're done. They're set. They're ready to start their life, put focus on, you know, going to school, finding a job. Continue their normal life. Exactly. Without having to worry about whether their kids are sleeping on the floor, or, you know, as a senior, being sleeping on the floor. We have one young lady who's waiting for us right now in an empty apartment, and she has leukemia. Oh, my God. Right? She should not be worried about sleeping on the floor when she has leukemia. She should be worried about fighting and getting better. Guys, what you are doing is beyond any word. I would like to say just thank you from the bottom of our hearts. You are amazing. You are the best in the community. God bless you guys. Well, thank you. Our team is beyond amazing. Yeah. I must have to say that they all work together, and we have over 200 volunteers, and they all work together independently, and for some reason they get together and make it work. So this is another call for the community. Please come help, donate, volunteer, give whatever you can. These people are amazing, guys. Thank you. As I mentioned, Shaifin, volunteers in the community. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.